أهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم إن شاء الله بنستعرض معاكم الريسيت الأسبوعي. طبعا اللي ما غلق الكويست حق السلاح حق الباستيان يحاول يروح يغلقه. طبعا اللي كاتبين انك الان بتروح تتكلم مع سينت 14، فشوف انت هل سينت 14 بيعطيك كويست ولا لا. طبعا طلعت السلاح فما يبين معي، ولكن ما كان يعطيك الكويست سين 14، فنحن في عندنا بثوث كتير من البداية طلعنا كل شيء. والشيء الثاني انك دستني بيقول انه اللور والامبلم اللي كان في التايم لاين اللي موجود هنا عند سايرس لو اختفى خلاص حيروح عليك. فاللي ما غلق ال 19 لغز واللغز حق الامبلم يروح يغلقه. طبعا لا يستعجل، يعني عنده في وقت، بس اهم شيء انه لا ينسى يجي هنا وبيروح التايم لاين اللي يروح الزمن البعد الزمني ويغلقه. طيب عندنا الايرون بانر الاسبوع هذا موجود، الكويست زي ما هو ما في شيء جديد. اهم حاجه في عندك البنك الجير، خذ البنك الجير، خذ الكويست وغلقه، خذ البينك الجير كمان وغلقه عشان تعطيك باور عالي للأسلحة حقتك أو الدروع. وهي فرصة يعني، لأن ربنا كل ما يجي بيعطيك أربع بينك الجير، فهي فرصة إنك تغلقه. حتى لو من الناس اللي ما تحب تلعب كريسبل فحاول تغلقه بالطول بالعرض بأي طريقة، من أنت بتستفيد. طيب قبل لا نروح اي شيء ثاني نقول لكم فين فلاش بوينت. فلاش بوينت الاسبوع هذا موجود في كوكب ايو. تلعب ادفانشر، تلعب بابليك ايفنت، لاست سيكتور، كله بيحسب لك. بعد كده تجمع 100% وبتروح لاشمير بتاخذ بوفر جير تير 1. تلعب جامبت برايم، جامبت العاديه، ثلاثة جيم بيعطيك بوفر جير تير 2. الريكنينج عندنا الأسلحة الأسبوع هذا عندنا السيف أو السورد يطيح في تير 3 فقط. الشاتجن، السايد آرم، السكاوت، السنايبر بيطيحوا في تير 2 وفي تير 3. بالنسبة للسترايكات الدمج المفضل الأسبوع هذا هو الفويد، وعندك طبعا الهيفي يطيح كثير والانمي الهيلث حقهم عالي. عندنا النايت فول اورديل، عندنا الارمز ديلر اللي هو براكت زان الكبار اللي موجود في الارض. بالنسبه للنايت فول العادي انا اشوف انك ممكن افضل شيء تلعبه اللي هو ده واردن اوف نثينج اللي هي السيرفتر اللي في اضافه شادو كيب. طبعا للاسف الاسبوع ده ما اللي كان بيسال عن المايند بندر ما نزلوا النايت فول حقه. طبعا هنا هيرويك ستوري لو حاب انك تغلق ستوري على صعوبه عاليه بتلعب. عندك خمسة مهمات تتغير يوميا، طبعا على نفس الموديفاير. طبعا زي ما تشايفين اليومي حيكون عندك نفس الشيء، حيكون فويد والانمي هيلث عالي وهيفي ويت اللي هو الرصاص الباور او الهيفي بيطيح بشكل كبير. طبعا عندنا السندايل بتغلق 100% بيعطيك باور فول جير تير 2. تغلق الهيرويك بيعطيك بنيكل جير، ولكن انت دائما زي ما قلنا في مقاطع قبل كده دائما تخلي السندايل اخر بنيكل جير تغلقه، لانه هنا مضمون الاسلحة وانت عارف ايش الاسلحة تقدر، يعني في الكينيتيك والسبيشال والهيفي موجودة قدامك، فانت تشوف ايش السلاح اللي ناقصك بعد ما تغلق البينكل جير كلها تجي تلعب السندايل عشان تشوف ايش السلاح الضعيف اللي عندك في الخانة الضعيفة وتاخده. وكذلك بالنسبة لل الدنجن برضو تخليه في الاخير بعد ما تغلق كل شيء. عندك هنا نايت مير هانت بيعطيك بينك الجير لو
لعبت على صعوبة 980، عندك الريد، عندك كمان النايت فول. لو جبت 100,000 سكور اللي هو الأورديل هنا، لعبت نايت فول أورديل. ألعب أنت دائما على 950، لا تصعب على نفسك لو ما عندك تيم مضبوط. لو في تيمك ما شاء الله كويس، العب على 980 عشان يكون الريورد حقه أعلى، وهنا بأريحية تجيبوا 100,000. فتجيب 100,000 بيعطوك بنكل جير. فزي ما قلنا، خلي السندايل والدنجن آخر شيء. الدنجن يعطيك 100% أرمر بس ما تعرف ايش هو، لكن السندايل انت عارف بالضبط ايش تبغى. زي ما قلنا عندنا الايرون بانر الاسبوع هذا موجود هنا، في عندنا كمان السكورشت اللي هي حقت السكورش كانون حق الفولن تلعب فيه. طيب نيجي الان نتكلم عن الباونتيات، الناس اللي تبغى ترفع الباور حق على من 900 الى 960 فيغلي كل الباور في الجير. عندك هنا زفالة بتغلق باونتيات، وثمانية بيعطيك باور في الجير تير ون. تشاك نفس الشي بتغلق 8 باونتيات بيعطيك باور في الجير تير ون. بانشي نفس الشي تغلق 8 باونتيات بيعطيك باور في الجير تير ون. وديفريم كمان بتغلق 8 باونتيات بيعطيك باور في الجير تير ون. والكلان تغلق 100% بيعطيك باور في الجير تير تو. طبعا ليس عني كمان ايش هو الشالنج. الشالنج اي شيء عليه العلامة هذه هو الشالنج. لو في عندك كويست طالب منك شالنج هذا هو. يعني مثلا هنا ايش الشالنج؟ يباك مثلا تغلق 3 سترايك بنفس الموديفاير. طبعا الموديفاير ايش الاسبوعي؟ يعني يكون السوبر حقك فويد. حتى لو عند البوس تغير فويد برضو يحسب لك. يعني مثلا ما تبي تلعب فويد في البداية، تبي تلعب مثلا بالارك، لكن عند قبل لا تذبح البوس غير للفويد. عندنا كمان النايت فول هنا الشالنجات كلها. في عندك ابو 100,000 سكور هذا شالنج، وفي عندك كمان النايت فول لو جبت 5 نقاط برضه هذا شالنج. فهذه ناس كثير كانوا يسألوني ايش الشالنج ايش الشالنج، هذا هو الشالنج. حتى طبعا عندك اللهم صل سيدنا محمد الفلاش بوينت برضه هذا شالنج تغلقه، هذا يعتبر شالنج زي ما انت شايفين. ويكلي كومبليت اكتيفيتي اون ايم ايش مكتوب فوق شالنج. طيب تمنياتي لكم بيوم سعيد، ونشوفكم مقطع جديد بإذن الله. مع السلامة. You've been busy, Guardian. You slew the undying mind, you changed the course of history. Now time is broken on Mercury, fractured by the Legion. They intend to write a new history, a new ending to the Red War. If you're willing to help, you'll need to walk the corridors of time. And you'll need my sundial to do it. I built it so that an ally of mine could cheat death. I failed to help him, and his death remains my greatest regret. They call me the greatest titan who ever lived. Like a caged animal. Triple down. Ah!
You're light, you savage! What? What? Seven! Follow! Bring the sky down upon them.